السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد. واليوم جيت نشارك معكم عصير ديال الباربا، ولكن بواحد الطريقة مخا، ماشي كما هكا ولفنا الباربا اللي تتكون هكا تنطحنوها بالماء ديالها وتنضيفو لها الليمون او السيترون او اي نوع من انواع الفواكه. فهنايا ضفت لها الحليب وضفت لها واحد الياغورت هكا الوليدات اللي ما تيبغيوهاش لينا او ما تقبلوش لينا الباربا بهذاك الشكل الاعتيادي اللي تنقدموها لهم به. فانا اليوم جيتكم بهذه الطريقه هذه، تيبغيوها الوليدات بزاف نظرا لان الوليدات تيبغيو الحليب، تيفضلوا هكا الحليب وكذلك الياغورت. فتجي من كهبه ديك تجي هكا فيها هذيك النكهه ديال الياغورت وكذلك الحليب، فراه نهائيا ما تجيش بحال الباربا العاديه، تجي بنينه بزاف. وتنتمنى ان شاء الله تجربوا عليهم وتنال الاعجاب ديالهم وتكتبوا لنا شي تعليق زوين في حقنا، وما تنساوناش من هذيك البصيمه. نبداو على بركه الله. اول حاجه تنحتاجوها هي الحليب. عندي هنا السيترو في الاول اللي ندير نضيف ليه هكا كميه ديال هذيك الباربا اللي تكون طبيعه الحال سبق ليا سلقتها، ما نسلقهاش بزاف باش تبقى هكا محافظه على الفوائد ديالها، ما نخليوهاش تسلق 100%، ولكن تكون هكا قريبه الطيب، ماشي نص طيبه ولكن قريبه الطيب. وهنا تنضيفوا هذيك الكميه لهذاك السيترو الاول ديال الحليب، تنقسموا هذيك الكميه على جوج. دائما الكميه ديال الباربا تتبقى على حسب الكميه ديال اكل على حسب الحاجه. فهاد ليطرو ديال الحليب انا خدمت ان شاء الله بالسيترو في الاول والسيترو في الثاني، في المجموع تيكون اطرو تقريبا عندي تما كيلو لا روب ديال الباربا. ونستمروا على هذا الشكل، تنطحنوا هذوك العناصر هكا تنطحنوهم مع الحليب. تنضيفوا هذاك الياغورت في الطحنه الثانيه او في المرحله الثانيه، وهذاك السيترو اللي بقى لينا ديال الحليب. هذا الياغورت بنكهه ديال الفاني، تقدروا تخدموا باي نكهه تفضلوها، فهذا ديال الفاني تيجي زوين. كما انكم تقدروا تدخلوا حتى جوج ديال العلب او ثلاثه او اربعه او اللي توفر لكم، فراه هاد العلبه انا هذه اللي توفرت لي كنت بنطحنها بالحليب فقط. ومن بعد هكا ضفت لها هذاك الكاس هو اللي توفر ليا وهذيك العلبه ديال الياغورت. تقدروا تدخلوا حتى لجوج العلب او اكثر كما قلت لكم، باش ما ضفتوا ليها هذاك الياغورت بكميه هكا كثيره، فراه تجي بنينه بزاف، تجي كذلك تتقبلوها الوليدات، ديروا لهم دانون اللي تعجبهم او الياغورت عفوا اللي تعجبهم بالنكهه اللي تعجبهم، وتقدموها لهم بهذه الطريقه. فحتى اللون ديالها تيتبدل، ما تجيناش الباربا حمراء، تجينا الباربا في هذا اللون الغوزي. هذا هو القوام ديالها، ما ضفتلهاش السكر، تقدروا تضيفوا السكر او العسل. تنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديالنا ينال الاعجاب ديالكم، جربوه ردوا لنا في التعليقات، ما تبخلوش علينا بهذيك البصيمه. وتنتمنى الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه، والسلام عليكم.